بدي بلش حديث اليوم عن موضوع أثير بلجنة الإدارة والعدل ببداية الجلسة، بيتعلق بالوجود السوري بلبنان وبالمؤتمر يلي صار ببلجيكا وبتصريح السيد جوزيف بوريل حول قصة النازحين السوريين. بدي بلش لأقول يعني بيقدر أي مسؤول بأي تجمع أو بأي دولة يبدي رأيه، هيدا شأنه، بس ما بيقدر يبدي رأي يتناقض ويتعارض مع مبدأ سيادة دولة تاني. تصريح يلي عمله مسيو بوريل يتعارض وبصيب السيادة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية على أراضيها. إذا هو حابب هالقد يحط قواعد لعودة السوريين إلى سوريا، هيدا أمر يعني بيقدر يعملها ببلده، بيقدر يعملها بالتجمع يلي هو بيمثله. أما أنه يحط قواعد للنزوح السوري في لبنان مخالفاً القواعد الدولية، لأنه نحن في مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين موقعة سنة 2003 تعتبر لبنان منه بلد نزوح، لبنان منه بلد نزوح، وبالتالي ما في شيء اسمه نزوح أو حق للنازحين، لأنه هذا يتخالف مع هذه الاتفاقية. وهون الحكومة اللبنانية مطلوب منها أنه تاخد مواقف صارمة، تاخد بإيد السيادة، ومليون مطالع مثل ما سبق وقلناها تطبق السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين بلبنان. هيدا اليوم موضوع مبحث بالإدارة والعدل، وهيدا موقفنا كلنا سوا. ونحن كلجنة إدارة وعدل وأنا باسم اللجنة بطالب الحكومة بمواقف صارمة، وكمان نحن نعترض كليا على هذه المواقف التي تتصدى للسيادة اللبنانية، ومنعتبرها ما إلا ولا مفعول تجاه وطننا وتجاه القوانين اللبنانية. من هالمنطلق كمان اليوم برأس جدول أعمال كان في درس اقتراح قانون اللي بيتعلق بإعطاء الجنسية اللبنانية لا سيما أو المكتومي القيد أو الأطفال يلي ولدوا بلبنان، وتشديد بعد 2010، وفي تشديد كلي وواضح وبالقانون، وبعد عنا جلسة بيخلص قانون نرفعه للهيئة العامة يلي بيسكر أي ثغرة ممكن أنه يصير فيه تسلل من خلالها لمنح الجنسية اللبنانية للنازحين السوريين أو لغيرهم، بس بالقانون بنوع خاص موضوع لحتى نمنع التحايل على القانون أو التزوير أو كل هذه الأمور. وهذا اقتراح مهم وسيتم رفعه بالأسابيع القادمة إلى الهيئة العامة. موضوع الثالث يلي اليوم مبحث بحضور نقيب الصيادلة ومعه أشخاص تقنيين ومن النقابة حول الصيدلة السريرية يلي هي كمان موضوع كتير مهم، لأنه بيهدف أولاً لتحديد كلفة الدواء وأعطائه لمن يجب،
التقليل من استعمال الدواء حيث لا يجب، الرقابة في المستشفيات على إعطاء الدواء من خلال وجود صيادلي سريريين وأمور أخرى. جرى البحث بالموضوع وبلشنا نناقشه، وهذا الموضوع نوليه أهمية كثير مهمة، وبالأسابيع القادمة رح نتابع بمناقشته لحتى كمان يتم إقراره. وبهالموضوع انطرح اليوم باللجنة، طرح النقيب والكل من رأيه، هل التلاعب بصحة الناس والتلاعب بالدواء سواء من خلال صيدليات منا مرخصة أو من الإعلانات الصارت على السوشيال ميديا لبيع وشراء الأدوية أو للأدوية التي لا تحوز على المواصفات يلي عم بتأدي إلى ضرر عند الناس وعند اللبنانيين، وضرورة أنه كل هالأمور تتاخد بجدية، إضافة إلى موضوع كتير هيك محزن ومبكي. نحكى عن 4 مليارات يلي صرفت لدعم الدواء ولأدوية دعمت، وتبين أنه جزء كبير منها أخرج من لبنان لأنه كان مدعوم، فات مدعوم أخرج من لبنان، وهلأ عم يرجع هو مدعوم عم ينباع وكأنه غير مدعوم. تعرضنا لكل هالمواضيع ودرسنا السبل يلي لازم يصير في مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة بما يتعلق فيه. يعطيكم ألف عافية. أول شيء خليني أبلش أقول أنه في حقوق عند الموظفين تبع القطاع العام، حقوق عم سميها، على الدولة اللبنانية بحقهم بتعديل وتظبيط اللي بياخدوا رواتبهم انطلاقا من يلي صار بفقدان العملة الوطنية بالبلد. نحن اللي عم نقوله قبل ما نوصل للجلسة، طريقة المعالجة والتعاطي اللي عم تعملها الحكومة منا سليمة. ليه؟ لأنه بالأول وقت اللي أنت بتعطي زيادات بدك تتأكد أنه هذه الزيادات ستكون فعلا زيادات ولن تتآكل بعد شهر وشهرين. بالطريقة يلي الحكومة ومصرف لبنان عم بيعالجوا كل هالوضع، نحن عم نعطيهم زيادات ومش عم ندارك المفاعيل تبعها شو بده يؤثر على هذه الزيادات يلي عم نعطيهم اياها. كان الحري بالحكومة انه من اول السنة اولا تعمل موازنة، اثنين هالموازنة يكون فيها كيف بدها تتعاطى مع صرف، مع تحط سعر موحد يعتمد بالموازنة وبغير الموازنة لسعر الصرف، وإلا بتكون الموازنة مثل موازنة 2022 يعني مهزلة، لأنه من وقت لخلصت الموازنة لليوم صار سعر الدولار 5 و7 و8 مرات أكتر. خلينا نبلش نحكي بهو، وأنا هون بدي استفيد هلأ لأقول إجا الوقت يبعثوا هالموازنة بأسرع وقت لتندرس، لأنه هيدا الطريق الصحيح لنتعاطى بالأمور، وهيك منبين أنه جديين. أما أنه نخترع أسباب ساعة لنعمل جلسة تشريعية كله على حساب المواطن وعلى حساب مدخيله. وبالمناسبة عندي سؤال، يعني هالنشاط الفظيع لحكومة تصريف الأعمال وقت اللي كان لازم تعمل اجتماعات
ما عملت. هلأ صارت تعمل اجتماعات بستين بند وبأربعين بند وبخمسين بند وكأنه لا شيء، يعني ما في شيء بروبلام، وناسي الأساسيات. يعني بدل الخمسين بند لو عملت الموازنة ما كان أفضل؟ ولو هي جدية بأخذ الأمور اللي بتعالج قضايا الناس كان بتكون عم تعطى أفضل. نحن مع الأسف عم نتعاطى بشؤون الناس كله بالسياسة، لنبيع هالقصة هون ونشتري بهالقصة هون. هيدا هي الحقيقة الأمور. تفضلي. فيما يتعلق بالبند الأخير، نعم، نعم، هل درستوا هذا الاقتراح او شو يعني شو راح يكون اقتراحاتكم؟ لانه هيدا شيء اساسي واستهلت كلمتك بالتعليق على موقف جوزيف بوريل. هل صار القانون قيد الاعداد، قيد الانجاز، او بعد في كثير مراحل؟ هل في عراقيل سياسيه مواقف متناقضه بين النواب؟ الحقيقه انه بهالموضوع هيدا الموضوع بعده قيد الدرس، انما خليني اقول شغله. الحقيقه انه بكل لجنه الاداره والعدل في موقف موحد من كل الافرقاء حول وضع السوريين الموجودين بلبنان، كلهم عم بيطالبوا الحكومه بانه يكون عندها موقف سيادي، بانه تتعاطى مع مفوضيه الامم المتحده للاجئين بصرامه. ما عم ناخذ رايهم اذا هن بدهم يعطونا الداتا او ما بدهم يعطونا، هن مجبورين يعطونا الداتا والا بيكونوا عم بخالفوا قوانين الدوله اللبنانيه. اثنين، نحن مساعدات للاجئين السوريين بلبنان ما بقى بدنا، المساعدات اعطوهم هن بسوريا. الدولة يلي قادة عتلانة هم إذا أوروبا أو أي دولة أخرى إذا علينا الصوت بوجه الوجود الغير قانوني بلبنان يوقفوا مساعدات، ما بقى بدنا مساعدات، أعطوا المساعدات بسوريا. هيدا الموقف كلنا سوا نحن أخدينه، ونحن كلنا سوا بدنا نضغط باتجاه بالأول حكومتنا لتتعاطى فيه بجدية، لأنه بعد يلي شفناه ببروكسل الأمر لا يطمئن، وكأن هناك في مؤامرة دولية أخذ بعين الاعتبار مصالح الدول على حساب مصلحة لبنان. نحن مسؤولين عن مصلحة لبنان ولسنا مسؤولين عن مصلحة الدول الأخرى في لبنان. أنا بدي خصص الأسبوع مش القادم، البعد منه، لأنه الأسبوع القادم مسائب أيام الجلسات في عطلة، البعد منه لنستفيد بهالقانون. ما بدي استبق الأمور لأنه نحن مركزين كتير على هالموضوع، ورح نقوم بضغط كامل على الحكومة ولو كانت تصريف أعمال لتتصرف بمسؤوليتها الوطنية. وبشكرك على السؤال.